نيلة بوشجة أخصائية في التغذية وأستاذة بمعهد علوم التغذية والتغذي بجامعة قسنطينة واحد الإخوة من توري. صباحك أنوار سيدتي، صباح الخير سيدتي، كيف الأحوال؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. طيب، احنا قسنطينة معروفة بالماكلة، تحبي الماكلة تاع قسنطينة؟ جدا تعرفي طيبيها؟ سافا وي سافا تعرضينا كاش نهار؟ إن شاء الله. ان شاء الله. دارتها لي ان شاء الله، خفت من العدد ربما تاع الطاقم لا بزاف. مرحبا مرحبا مرحبا، جميل، ربي يعيشك، مرحبا بك. انت عندنا اليوم شكرا. حاضره معنا حتى نتحدث ربما عن موضوع مهم، موضوع لا يطرق اليه كثيرا سواء عبر المنابر الاعلاميه من طرف المواطنين في حد ذاتهم، لانه احنا نروح مباشره للماكله ونروح مباشره للعناصر المعروفه ونهملوا اخرى اللي هي مهمه جدا في صحتنا. نعم، الآن الأسبوع الماضي كنا وعدنا المشاهدين بالحديث على عنصر الفيتامين د، لا فيتامين د. دي أولا، فيتامين د مهمة للبناء، مهمة للعظام، مهمة في عديد من الوظائف، لكن وين نوجد الفيتامين د؟ تري بيان. فيتامين دي هذه عندنا نوعين من الفيتامين دي. طيب، فيتامين دي راح نجيبوها من الأغذية اللي راح نتناولوها، وفيتامين دي اللي راح يصنعها الجسم. لهذا في بداية القرن العشرين كانت تعتبر كفيتامين، بون ولفنا بالتسمية تاعها فيتامين، ولكن بما أنها أيضا تصنع في على مستوى الجلد فهي تعتبر أيضا كهرمون. من الأغذية التي نجد فيها فيتامين دي عندنا أغذية دي زاليمون دي فيجيتو كما الفطريات لي شامبينيون، ولكن نجدها أيضا في الأغذية الغنية بالدهون، غنية سي اون فيتامين ليبوسولوبل، نجدها في الدهون، دونك في البيض، صفار البيض، اللحوم، بعض اللحوم، في الزيوت، المكسرات، كل ما هو غني بالدهون. وأيضا لا ننسى الأسماك الدهنية، لي بواسون غرا. ألوغ لي بلوز اكسيسيبل عندنا سنجد لي سردين، سمك السردين، لي زونشوا، وبعض الأسماك الأخرى كي سون موان كونسومي شي نو. هذه أهم مصادر فيتامين دي. نعم، طيب، هذه بالنسبة لأشعة الشمس أشعة أيضا مهمة جدا. نعم أشعة الشمس مهمة جدا لتصنيع كمية من الفيتامين دي، دونك وتصنع ابتداء من الكوليسترول. جميل. عليها لا فيتامين كي فابريكي كي سانتيتيزي بار لورغانيزم نسميوها لو كولي كالسيفيرول. والفيتامين الاخرى فيتامين دي 2 اللي نجبلوها من الغذاء النباتي نسميوها لارغو كالسيفيرول، طيب، وعندهم وظائف مختلفة. جميل. حين نتحدث نعم على الوظائف، نتحدث على الوظائف تاع الفيتامين دي اللي يصنعها الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس، وبعدها ننتقل للنوع الثاني. تخبي تفضل. اوكي، لك الفضل. اذا نبدا بالوظائف. هي عندما نتناول فيتامين دي كو سو سوا لا دي 2 ولا دي 3، ال فا سوبير دي رياكسيون ميتابوليك، تفاعلات في الجسم تاعنا اللي تتحول بور سو ترانسفورمي فيغ اون فورم اكتيف، يعني حتى تكون نشيطة. النشيط. نعم، تنشط. لا فورم اكتيف سي لا ميم من اي مهما كان المصدر. ومن بعد فين واش راح نلقاو الدور تاعها؟ اولا الدور المعروف هو بناء العظام والمحافظه على البنيه العظميه، دونك في العمود الفقري، في العظم، في الاسنان، مهمه جدا. هذا سي لو رول كلاسيك بازيك اللي نعرفوه منذ امد طويل. وعندها ادوار اخرى مهمه جدا، اولا الحفاظ على الجلد، اعاده لا ديفيرونسياسيون سيلولير، يعني تجمع الوظائف الخلايا. الخلويه. نعم، يعني الخلايا كل وحده تاخذ هذه الفيتامين دي لها دور في لا ديفيرونسياسيون سيلولير. نجد ايضا دور مهم جدا سنتكلم عنه فيما بعد في مرض السكري. طيب، et les maladies cardiovasculaires، يعني تحمينا من أمراض القلب، وعندها دور كبير لحمايتنا من أمراض المناعة الذاتية، تدخل في لا ريغولاسيون تاع لو سيستيم ايمونيتير، يعني في يعني تقوية إما الجهاز المناعي. تنشطه وإما تثبطه. أن الجهاز المناعي في حالة الأمراض المناعة الذاتية هي الخلايا المناعية اللي تولي تهاجم في الأعضاء تاع الجسم. في حالة نقص فيتامين دي أحيانا
يصير عندنا هذا مشاكل في الجهاز المناعي. الفينومين، الظاهرة تاع الخلايا المناعة الذاتية من بين العوامل المختلفة. إذا اون سوبليمونتاسيون اون فيتامين دي راح تساعد في تثبيط الخلايا المناعية في حالة بعض أمراض المناعة الذاتية. طيب احنا في فصل الشتاء لما صبتي الشمس برا ولا لا؟ لا مازال الحال مازال عسل. الحال شوية، ما هيش قوية بهذاك الشكل اللي تكفي الجسم مازال نعم. في فصل الخريف وحتى في فصل الشتاء، يعني ما رايحين وهي تنقص. فجسم الإنسان يحتاج في وقت كهذا لتعويض هذاك النقص تاع الأشعة الشمسية. هل التعويض يقدر يكون بالتغذية، يعني النوع الثاني من الفيتامين دي يقدر يغطي على النوع الأول أو لا؟ اوكي. احيانا انما لو سواء تعرضنا لاشعه الشمس او كان عندنا غذاء كافي، يكون هناك نقص في الفيتامين دي. هناك عدة عوامل، بعض العوامل راح تسبب في نقص فيتامين دي. يعني الدراسة تاع الابيديميولوجي أظهرت بأنه 80% من السكان تاع العالم عندهم نقص في الفيتامين دي. كاين عامل فيروسي راح يتحط على المستقبلات تاع لا فيتامين دي، عليها عدنا نلقاو ناس كتير عندهم نقص في لا فيتامين دي. فيتامين دي. هذا بين العوامل، اكيد التغذيه والتعرض لاشعه الشمس ونمط الحياه عنده دور كبير في هذا النقص، لان نمط الحياه تغير، لان أكيد. التعرض لاشعه الشمس اون ديابوليزي لو سولي، عادوا الناس يتخباو من الشمس، لي زيكرون توتو ايتترا. فعلا. دونك الجسم ما عادش يقدر يفعل هاد الجزيئه هذه تاع لا فيتامين دي النشطه، ولكن العامل الفيروسي ايضا يدخل في هذا النقص. يمكن ان نعوض النقص عن طريق لي سوبليمونطاسيون، يعني لي سوبليمونطاسيون مكملات. عدنا نجدهم في بعض الاغذيه، دي الحليب انريشي معزز المعزز. بالفيتامين دي، لي ياغورت انريشي اوسي ان فيتامين دي، ولا الاغذيه الطبيعيه اللي فيهم كميه الفيتامين معتبره من دي. لا فيتامين دي. وقلت لك ايضا لا سوبليمونطاسيون اترافير لي كومبليمون اليمونتير. في هذه النقطة تماما حنتوقف، وحنتوقف وقفة كبيرة. نعم. علاه؟ لأنه المواطن في أغلب الأحيان يكون عنده نقص في الوعي كبير، ومن راسه يقرر أنه بما أنه نقصت أشعة الشمس، ولا بما أنه أنا كمرأة مانيش نتعرض بزاف لأشعة الشمس نتيجة أني كوني ربة بيت ما نخرجش بزاف، فنروح نشري مكملات غذائية تاع الفيتامين د، هذيك اللامبول، هذيك القرعة اللي ماشي بنينة، ونشربها بدون استشارة طبية. اوكي. هنا كاين في خطورة حتى نوعيو. يمكن ان تكون هناك خطوره. اللي هي الوغ ليكسي تاع لا فيتامين دي قادر يؤدينا الى بعض الاعراض، هي الدوار، تقيؤ، يعني سا بو اتر دي آثار سامبتوم، جانبية اثار جانبيه مزعجه نوعا ما، غير مرغوبة. غير مرغوب فيها. ولكن قبل ان نقوم بلا سوبليمونتاسيون، تناول هذاك لو كومبليمون، نروح نديرو لي زاناليز تاع لا فيتامين دي. ويعني في حالات كثيره نلقاو نقص في لا فيتامين دي، طيب نلقاو نقص في لا فيتامين دي ابخي كي نديو معنا لي زاناليز تاعنا، سواء نستشير الطبيب، خاصه اذا كان الشخص عنده مرض ما، مرض مزمن، ولا نروحو عند لو فارماسيان اون جينيرال، الى لي كومبيتونس بور فو يعني كونسي، الصيدلي كافي. عنده نعم الصلاحيات انه يوجهنا يوجهنا لتناول فيتامين للمكملات. دي. لا فيتامين دي كيفاش راح نتناولوها؟ المكمل هذاك، خاصة الأنبوبة هذيك، الأنبوبة. بما أنها سيت اون فيتامين ليبوسوليبل تدوب في الدهون، يعني نتناولوها مع مادة دسمة، إما ملعقة زيت نبلعوها باش يكون لابسوربسيون، الامتصاص على مستوى المعوي، على خاطر هذا تاني عامل نسينا ما هضرناش مع عليه. يمكن أن نتناول كمية لا بأس بها من الفيتامين دي، ولكن في بعض الأحيان ما تكون تكونش هناك عندها العناصر، مشاكل أكيد كنا في حين الجهاز تحدثوا الهضمي وعن ولا كيفية نمط عن الصحة. العناصر الغذائية اللي تساهم في تثبيط هذا الفيتامين د في الأعضاء وفي الجسم، يعني ما يكفيش وحده، لازم له معاه عناصر أخرى. نعم. الوغ العناصر الاخرى هي خاصه المغنيسيوم، لان المغنيسيوم راح يعزز الامتصاص تاع لا فيتامين دي والتنشيط تاع لا فيتامين دي. يعني لو كان عندنا لا فيتامين دي وما عندناش ان اكومبانيمون دو نقص في المغنيسيوم، هي يعني حالات نادره انه يكون نقص في الاورغانيزم تاعنا، ولكن
لا بأس أن نقوم تشخيص. نعم بتعزيز أيضا كمية المغنيسيوم اللي نتناولها. وين نلقاو المغنيسيوم؟ ألوغ لو مانيزيوم نلقاوه في سيتا مينيرال، دوك نلقاوه في المياه المعدنية طبعا، نلقاوه في بعض الأغذية خاصة الفواكه الجافة. فواكه الجافة نجد مانيزيوم في اللحوم، في هناك أغذية، ولا نقدروا ناخذوا دي كومبليمون لي كي سون بريسكري فيهم مانيزيوم معززة بالمانيزيوم فيتامين دي، جميل ولا نتناولوها في الغذاء تاعنا. كمكمل غذائي. طيب جميل، العناصر الأخرى المكملة للفيتامين دي. الكالسيوم، كالسيوم هو مكمل، وهو أيضا يعني نتناوله مع لا فيتامين دي. لو كالسيوم ولا فيتامين دي يشتغلوا بطريقة مزدوجة، يعني لا فيتامين دي راح تعزز لنا تثبيت الكالسيوم في العظام والتنشيط تاع الكالسيوم، والكالسيوم راح يعزز لنا نشاط لا فيتامين دي، جميل يمشيو مع بعضهم. جميل. طيب هذا بالنسبة للفيتامين دي باختصار حتى نختتم ركن هذا، الفيتامين دي والداء السكري، بما أنه احنا موضوعنا اليوم عن الداء السكري. ألوغ لا فيتامين دي مهمة في حالة داء السكري. كما قلنا هناك بعض أنواع السكري اللي تكون ناتجة عن مناعة ذاتية، وتكلمنا على دور لا فيتامين أون فابا فيغ، يعني ما نقدروش ندخلوا في التفاصيل، أكيد ولكن عموما فيتامين دي راهي راح الفا انترفونيغ في حالة مناعة ذاتية، يعني تثبط الخلايا المناعية اللي تشتغل بطريقة اون فادير غير صحية، همجية بطريقة غير منتظمة. غير منتظمة. طيب في حالة السكري خاصة سكري أثناء الحمل، هو يعني ينصح على خاطر السيدات الحوامل يحتاجوا ايزون بيزون دون سوبليمونتاسيون ان ابور سوبليمونتير اون فيتامين دي. دونك تعزيز كمية فيتامين دي ا 400 600 يونيتي انترناسيونال بار جور، باش نحميو المرأة الحامل من ظهور سكر لو ديابيت جيستاسيونال في الحمل. نعم. طيب على خاطر كانوا بكري الدراسات يتلخصوا في دور فيتامين دي على العظام، والآن اكتشفوا عدة أدوار تاع لا فيتامين عدة وظائف له، ما نتكلموش في الجهاز العصبي أيضا، العصبونات تدخل في بناء العصبونات، في نقص في الفيتامين دي قادر يؤدي حتى إلى نوع من الاكتئاب العصبي. جميل. هو ما تحدثنا عنه في ركن فن الحياة عن الاكتئاب، يعني عنصر الفيتامين د ليس كما هو معروف مفيد فقط لصحة العظام وصحة البناء، بل عنده وظائف مهمة وأهم من ذلك، واللي نعم. تفيدنا واللي لازمنا ناخذه بعين الاعتبار، يعني تعييرات حتى نشخص الحالة قبل ما توصل نعم. إلى ما لا يحمد عقبه، نعم. أليس كذلك؟ أكيد أكيد. دكتورة نيلة بوشجازي، انتي البلاطو بحضورك معنا، شكرا، أفدتي نفعتي الجمهور والمشاهد الكريم عبر شاشة التلفزيون شكرا الجزائري. لك سيدتي، شكرا على الاستضافة. شكرا لك، شكرا، نورتينا. إذا دكتورة نيلة بوشجا كانت حاضرة معنا في ركن صحتك في غذائك.